أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا نبيا سمت بك العلياء وأضاءت بنورك الظلماء، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء. وأصلي وأسلم على من أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء والأدباء والفصحاء صلوات الله وسلامه عليه. وارض اللهم عن أصحاب النبي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنحن مع باب جميل هو باب النداء، وأحب أن أشير إلى شيء جميل، وهو هناك فرق بين الندى والندى. فالندى هو الكرم والجود، أو الندى هو الماء الذي ينزل آخر الليل، وأما الندى فيراد به النداء. والقائل يقول أسقط علينا سقوط الندى، إياك أن تظهر حرف الندى، وكابد الأشواق من أجلنا. وأنت إذا أردت معرفة النداء فالنداء له حروف سنبينها بالتفصيل بعون من الله تعالى. تفضل. قلتم سيدي في منظومتكم ورد الربيع في باب النداء، في باب النداء. نعم. نداء سادتي ياء وهمزة، ووا يا إخوتي ندب لحمزة، وأي وأي يا سادتي ذكر بآ. نعم. سألت الله أن يعطي منا. يا الله. قريب عندهم نادي بهمزة، وأي عندهم نادي التلمزة. وتنزيل القريب على البعيد وعكس جائز، فافهم حبيبي. الله الله الله. إذا أردنا أن نعرف أدوات النداء، أول شيء أن النداء طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، يعني أن النداء معناه طلب الإقبال بحرف من حروف النداء، وكأن هذا الحرف ينوب مناب أدعو. فحينما أقول يا عمرو، التقدير أدعو عمرا، فكأن يا حرف نداء نابت مناب الفعل وهو أدعو. وعلى هذا فالمنادى إذا كان مفرد معرفة أو نكر مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه ينصب. تقول يا عبد الله، وتقول يا طالعا جبلا، وتقول يا غافلا تنبه، وهكذا. نعم. وأدوات النداء هي الهمزة. نعم. وأي. نعم. ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. هذه هي أدوات النداء، فكأن العرب اصطلحوا على أدوات للنداء، وهي مرة أخرى: أولا الهمزة تقول أزيد أقبل. نعم. الثاني الثاني. نعم. ويا يا أيها الرسول بلغ. نعم. وآ. أيوة. نعم. وأي. أيوة. وأيا وهيا. نعم. ووا. عظيم. وأحب أن أشير إلى شيء مهم، أن وا وا تستعمل للندبة للمنادى المندوب، ولذلك وا إسلاما وا عمرا. ولقد قرأنا في التاريخ أن امرأة أسرت على يد الروم، فاستغاثت وندبت وقالت
ومعتصماه وسمعها الخليفة فأرسل إليها، أرسل من أجلها 50,000 من العسكر فضلا عن المتطوعة، وحرروا المرأة من أيدي الروم وقتلوا الذي أسرها. وهذا دليل على البطولة، قالت ومعتصما. والأصل في نداء القريب أن ينادى بالهمزة، نعم، أو أي، وفي نداء البعيد أن ينادى بغيرهما من بقية الأدوات. هذه مسألة مهمة، الأصل في القريب أن ينادى بالهمزة أو بأي، بأي، هذا إن كان قريبا، لكن قد ينزل البعيد منزلة القريب والقريب منزلة البعيد، وذلك لأغراض بلاغية. فحينما أقول يا أيها النبي، أردت تعظيم النبي، ومن هنا ينادى بنداء البعيد. نعم. يقول بعد ذلك: غير أن هناك أسبابا بلاغية تدعو إلى مخالفة هذا الأصل، وسنشرح لك هذه الأسباب. نعم. فيما يأتي. فضل. نعم. قال أبو الطيب: أيوة. أمالك رقي ومن شأنه، نعم، هبات اللجين وعبق العبيد، نعم، دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. نعم. أي الشرح على طول. أمالك، فما السبب البلاغي هنا؟ نعم. بأن ناداه بالهمزة الموضوعة للقريب. نعم. السبب أن أبا الطيب أراد أن يبين أن المنادى على الرغم من بعده في المكان قريب من قلبه، ومن هنا استعمل الهمزة كأن قال أمالك، مع أن المنادى بعيد، إلا أنه استعمل القريب تنبيها إلى أن المنادى وإن كان بعيدا في المنزلة لكنه قريب من القلوب، ومن هنا استعمل الهمزة. قال: فكأنه حاضر معه، صح، في مكان واحد. وهذه، نعم، لطيفة بلاغية. الله. تسوغ استعمال الهمزة وأي في نداء البعيد. عظيم. طيب. نعم. الثاني بعد ذلك قال أبو نواس: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. الشرح. نعم. قال: السبب في أن المنادى في هذا المثال جليل القدر عظيم الشأن، فكأن بعد درجته في العظم بعد في المسافة، ولذلك اختار المتكلم في ندائه الحرف الموضوع لنداء البعيد ليشير إلى هذا الشأن الرفيع. الله تعالى قريب من العباد، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بالرعاية ومعكم بالعناية ومعكم بالتأييد، فكيف ناداه الشاعر بنداء البعيد؟ أراد، قال يا، ماذا قال الشاعر؟ قال يا، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فاستعمل يا وهي لنداء البعيد، لكنه أراد بذلك أن الله تعالى إله عظيم، إله عظيم له العظمة، فهو بعيد له عظمة وله جلال، وبلغ جلاله مبلغا عظيما. نعم. وقال الفرزدق: يفتخر بآبائه ويهجو جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. نعم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأنت ترى هنا أنه استعمل يا، مع أن جرير هذا هو قريب منه، لكن لما استعمل يا؟ ليبين أنه بعيد، بعيد عن، بعيد في الانحطاط يعني. أيوة. في المثال، لأن المخاطب في اعتقاد المتكلم وضيع الشأن صغير القدر، فكأن بعد درجته في الانحطاط. الله. في المسافة، بعيد في الانحطاط، فكأن بعد انحطاطه كبعده في المسافة، ومن هنا استعمل يا، وهذا غرض بلاغي. نعم. وقال آخر: يا جامع الدنيا لغير بلاغة، لمن تجمع الدنيا وأنت تبقى. الله. الله. نعم. قال: في هذا المثال
لأن المخاطب لغفلته وذهوله كأنه غير حاضر مع المتكلم في مكان واحد. الله، يا جامع الدنيا، يا جامع الدنيا، يا جامع الدنيا لغير بلاغة، لغير بلاغة، يعني تجمع الدنيا وأنت لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. تموت. وهذا كلام جميل، مع أنه ينادي إنسان قريب منه، لكنه لما كان في غفلة ولما كان في ذهول ناداه بنداء البعيد. وهذا كما ترى سر بلاغي، قد يكون المخاطب قريب جدا منه، لكن لما قال يا جامع الدنيا وناداه بنداء البعيد، ليبين أن المنادى في غفلة مستمرة، فكأنه بعيد عنه. قال: وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي، وهو طلب الإقبال إلى معاني أخرى تستفاد من القرائن، ومن هذه المعاني الزجر. الزجر، كقوله: يا قلب ويحك ما سمعت لناصح. الله. لما ارتميت ولا التقيت ملاما. يا قلب ويحك لما سمعت ولا التقيت ملاما. عظيم. يا قلب ويحك ما سمعت لناصح. ما سمعت لناصح، فكأنه ينادي القلب، وأراد بالنداء هنا الزجر، أراد الزجر وأراد التخويف. وقد تخرج أصلا عن معناها الأصلي إلى التحسر أيضا والتوجه. نعم. كقوله: أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. كيف نادى القبر؟ قال: أيا قبر معن. نعم. معن بن زائدة. كيف نادى القبر؟ وأراد بالنداء هنا التحسر، فالنداء هنا ليس على حقيقته. وقد تخرج أيضا إلى الإغراء، كقولك: لمن أقبل يتظلم، يا مظلوم تكلم. يا مظلوم تكلم، أردت بذلك الإغراء، وأردت منه أن يبين حقه. وبهذا نكون قد انتهينا من النداء، فنسأل الله لكم النداء من الملائكة في جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.